بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله مساكم بكل خير حياكم الله في حلقه يوم الخميس الجميل بصحبتكم ان شاء الله وايضا بصحبه زميلي فيصل ابراهيم مساك الله بالخير مساك الله بالنور والرضا والعافيه عادي ما شاء الله عليك شكلك مستعجل حق الويكند خميس خميس الخميس مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقه نهايه اسبوع من برنامج حياتنا هذا البرنامج اللي ياتيكم دائما وابدا على شاشه تلفزيون قطر في تمام الساعه السابعة مساء والى الساعه الثامنة مساء من الاحد الى الخميس بفقرتنا المنوعه وكذلك وجود ضيوفنا اللي راح يثرون البرنامج بالحديث عن المواضيع واهم الفعاليات واهم الامور اللي تصير في بلادنا الحبيبه قطر، بس قبل ما نبدا بمواضيعنا وفقراتنا بما ان انت متحمس عندك الخميس؟ والله شوف الخميس هي فرصه الواحد اول شيء يسترخي ويرتاح نفسيا بهالاجازه اجتماعك اليوم مع اهلك، مع ربعك، مع جماعتك، مع اخوياك سواء كان في الاماكن الخارجيه المتاحه كثير في دوله قطر سلام. وهي متعدده واجد سواء كان الان احنا بندخل في بطوله كاس العرب يا سلام. يعني شيء جميل انك انت تستحضر وتقعد نقاشات وكل واحد قاعد يعطي من تحليل من عنده طبعا اكثرها تحليل مو صحيح <applause> او انك الان طال عمرك تقعد تفكر في العنة وفي الجلسات البريه والبحريه وشلون تخطط في اليوم الفلاني بتسوي العشاء الفلاني وشلون بتسوي الطبخه الفلانيه شلون تخلط طبخات مع بعض والله يستر. انا يعجبني ان انا سالتك سؤال وعطيتني 16000 جدول. كامل كامل. هذا كله بتسوي في الويكند. في الويكند هذا كله كامل. انت ما تسوي شيء؟ يمديك؟ <applause> يمديني. انا واحد من الناس يمديني. <تصفيق> <تصفيق> اكيد مشاهدينا الكرام فعلا احنا ننتهز الفرصه هذه ونوجه رساله لكم كلكم مواطنين ومقيمين آه الاستمتاع في هذه الاجازه لابد انكم آه تراعون آه الصحه والسلامه في كل شيء. سواء كان في سيارتك اربط حزامك لا تستعجل لا تسرع اهلك ينتظرونك ربعك ينتظرونك حاول ان دائما تكون الابتسامه مصاحبه لك حتى تكون اجازتك سعيده ان شاء الله اكيد بالاضافه الى ذلك انه يصادف ان الاسبوع القادم ممكن هناك بعض الجهات تم راح يتم ارسال موظفين للعمل عن بعد فهذه فرصه مشاهدينا الكرام ان الواحد يكون قادر قاعد في في اطار البيت بصحبه الاهل والجماعه وفي نفس الوقت لازم انه يكون حريص على تاديه المهام المطلوبه منه حتى ينعم أن انت قاعد تشتغل عن بعد لكن ايضا هناك مهام تم توكيلها اليك اسسنا انت تقدمها الى جهه عملك فنتمنى للجميع التوفيق وايضا نتمنى للجميع السلامه هناك العديد من الفعاليات ان شاء الله راح تكون في بلادنا الحبيبه قطر راح تقام في عده اماكن في البلاد من الشمال الى الجنوب من الشرق الى الغرب هذه الفعاليات كلها راح تكون مصاحبه لبطوله كاس العرب واللي راح تصير في بلادنا الحبيبه قطر من تاريخ 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر الواحد بعد ايضا يستغل هذه الفرصه انه يروح يحجز تذكرته ويروح يشجع منتخبه يا زين مثل ما انت قلت يحلل ويدخل طبعا. جو الحماس طبعا زين واخر شيء ما ما تعرف من الفايز ف... <applause> كل نتائج <تعجي> تكون مو صحيحه شيء جميل مثل ما قلنا مشاهدينا الكرام نتمنى لكم اكيد كل التوفيق والسلامه وين ما تخطي خطويكم خلال هذه الاوقات وايضا من خلال شاشه تلفزيون قطر احب ننوه انه راح نكون معاكم في برامجنا وكذلك تغطياتنا مع زملائنا واخواننا في شتى ارجاء الدوله من اجل ايصال الرساله الصحيحه وكذلك ايصال فرحه العالم بمشاركتها لهذه البطوله وايضا دخولنا في شهر ديسمبر ان شاء الله خلال ايام بسيطه اليوم الوطني. الله. اكيد نحن في تلفزيون قطر كالعاده كل سنه نكون مجهزين لمشاهدينا ومتابعينا في انحاء العالم كلهم كاملين برامج جميله جدا اللي ان شاء الله بتكون السنه هذه غير مع تزامن كاس العرب. أكيد. تمهيد ان شاء الله لكاس العالم عندك كاس عندك السلامة. عندك كاس العرب فعاليات اليوم الوطني عندك مهرجان المحامل في الحي الثقافي كتاره مهرج. مهرجان الاغذيه بعد نعم. بعد صحيح <applause> <applause> فمشاهدينا الكرام من بعد هذه السوالف كلها راح نبدا وياكم اولى فقراتنا الحواريه في هذه الفقره راح نسلط الضوء على المراكز البحثيه في جامعة قطر وهي تعد مراكز تدعم العملية التعليمية من أجل توفير البرامج العلمية البحثية والتحليلية لطلاب الجامعة والتي تنعكس نتائجها في الحفاظ على التنوع البيئي وكذلك استدامة الموارد الطبيعية التي تذخر بها دولة قطر تفاصيل أكثر مشاهدين الكرام راح نشوفها في هذا التقرير ولنعوده مع ضيوفنا الكرام مراكز البحث العلمي هي من اهم مصادر تطوير المعارف الانسانيه وتحقيق التنميه المستدامه. وفي جامعه قطر تلعب هذه المراكز البحثيه دورا محوريا في تجويد عمليه التعليم ودعم وتطوير الدراسات والبحوث العلميه بواسطه الامكانيات الحديثه المتوفره فيها. وحده المختبرات المركزيه هي وحده خدميه تحتوي العديد من الاجهزه يصل عددها الى 25 جهاز بجامعه قطر. وتقدم الوحده خدماتها للباحثين واعضاء هيئه التدريس والطلاب على مستوى جامعه قطر. فيما يتعلق بدعم الطلاب والباحثين بجامعه قطر فتقدم الوحده وحده المختبرات المركزيه كافه التدريب للطلاب والمشاركه في المقررات الدراسيه في الجانب العملي فيما يخص تطوير الطلاب وتدريبهم لاستكمال مشاريع التخرج. والمساهمة في المستقبل في كسب مهارات تدريبية وتحليلية تساهم فيما بعد دراسة البكالوريوس في جامعة قطر. كما تقدم الوحدة الدعم الكامل للباحثين وأعضاء هيئة التدريس من ناحية المشاريع. فقدمت الوحدة خلال العام الأكاديمي المنصرم حوالي 49 بحث ومشروع دعم من قبل وحدة المختبرات المركزية ساهمت في العديد من المنشورات البحثية العلمية التي نشرت في مجلات علمية محكمة. دوليه. منذ انشائه في العام 1980 يطلع مركز العلوم البيئيه في جامعه قطر بمهمه اجراء دراسات دوريه مكثفه في علوم البحار والغلاف الجوي وعلوم الارض والتضاريس ويقدم المركز الدعم البحثي للطلاب والجهات ذات الصله. يقدم المركز تجربة غنية لطلبة الدراسات الأولية من خلال مساعدتهم في إعداد مشاريع التخرج والتدريب الصيفي كما يقدم خدمات مهمة لطلبة الدراسات العليا في إعداد طروحاتهم العلمية ويتشارك مع كافة وحدات الجامعة في التنفيذ عملية تدريسية مهمة يتعاون ايضا المركز مع المؤسسات الدوله المختلفه بما في ذلك وزاره البيئه والتغير المناخي وكذلك الشركات الرئيسيه العامله في البلاد لتوفير بيئه امنه للمستقبل في دوله قطر هنا من داخل معامل مركز العلوم البيئيه يعمل فريق من الباحثين على مواجهه التحديات البيئيه وايجاد حلول تناسب البيئه القطريه ومهدداتها وافضل السبل لحمايتها والمحافظه على استدامتها احنا في مركز العلوم البيئيه عندنا مجموعه كبيره من الابحاث الحديثه وفي اكثر من بحث شغال حاليا أحد الأبحاث إني بنحافظ على النباتات القطرية المعرضة للإنقراض فاحنا جمعنا مجموعة من النباتات القطرية المعرضة للانقراض وباستخدام تقنية زراعة الأنسجة بنحاول نعيد أكثر هذه النباتات بطريقة كبيرة جدا وبنستخدم المعمل هنا كمصدر لإنتاج هذه النباتات وإعادة زراعتها ثاني للبيئة القطرية وأيضا بنستخدمها في استخلاص المواد الكيميائية أو المركبات الكيميائية التي تستخدم في إنتاج الأدوية وفي بعض العلاجات للأمراض الطبية أيضا بالنسبة للأمن Security أو الأمن الغذائي بنحاول نعمل إنتاج لعدد كبير من الأصناف أصناف النخيل باستخدام زراعة الأنسجة وخاصة بالركز على الأصناف العالية الجودة والغزيرة الإنتاج مشاهدينا الكرام تعد الأبحاث العلمية ركيزة أساسية للتقدم العلمي لذا فأن تسليط الضوء على أهمية الأبحاث وتشجيع الباحثين أمر في غاية الأهمية وهي مهمة يقوم بها مركز علوم البيئة ووحدة المختبرات المركزية بجامعة قطر، واللذان يساهمان في تحويل وتطوير الأبحاث لتصبح مشاريع على أرض الواقع. أكيد يا علي، مشاهدينا الكرام للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا استضافة الدكتور جاسم الخياط، مدير سفينة الأبحاث جنان، وكذلك الدكتور محمد ابراهيم باحث ومسؤول الشؤون الفنية بوحدة المختبرات المركزية، بداية مساكم الله بالخير. الله الخير وعافظي. وسعداء بتواجدكم معنا في برنامج أمو. حياتنا. اسعد الله اوقاتكم. الله يسعد اوقاتكم. يا مرحبا. مرحبا فيكم دكتور محمد لو في البدايه تعرفنا بوحدات الاختبارات المركزيه. في البدايه بشكر تلفزيون قطر على الدعوه الكريمه وبالمبادره الطيبه بتسليط الضوء على المراكز البحثيه في جامعه قطر اللي بتتبع لقطاع البحث والدراسات العليا. وحدة المختبرات المركزية هي وحدة خدمية بحثية تتبع قطاع البحث والدراسات العليا بجامعة قطر. الوحدة بتعتبر أكبر تجمع للأجهزة العلمية بجامعة قطر، حوالي 25 جهاز علمي متنوع من أحدث الأجهزة على مستوى الدولة. وحدة المختبرات المركزية بتدعم كافة الباحثين على مستوى جامعة قطر وخارج جامعة قطر وعلى مستوى القطاع الصناعي والقطاع الحكومي على مستوى الدولة. ولنا تعاونات كثيرة مع العديد من القطاعات الحكومية والبحثية خارج جامعة قطر وداخلها الخدمة التي تؤدى لباحثي جامعة قطر هي خدمة مميزة تقدم لهم الخدمة التي أدت إلى دعم العديد من الأبحاث حيث تم دعم ما يقارب 105 بحث تم نشرهم في مجلات في مجلات علمية محكمة على مستوى العالم. الوحدة تم تأسيس النواة الأساسية لهذه الوحدة سنة 1994 ابتدت بمختبرين للميكروسكوب الالكتروني الماسح والنافذ وبعد ذلك انطلقت الوحدة وانضمت لقطاع البحث والدراسات العليا ووصلت إلى ما وصلت إليه الآن من تقدم وتطور. طبعاً إذا ننتقل لك دكتور جاسم بداية لو نحن نعرف السادة المشاهدين بمركز العلوم البيئية وأهميته في مجال الأبحاث البيئية. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التقرير اللي قدمته كان شامل بس كان ينقصه الجزء الخاص بالبيئه البحريه. طبعا مركز العلوم البيئيه تأسس عام 1980 تحت مسمى مركز العلوم العلوم التطبيقيه والعلميه. بعد ذلك تغير اسمه مركز الدراسات ثم مركز العلوم البيئيه ليشمل كل المحيط البيئي بما فيه البر والبحر. عندنا قسم للحياة للقسم البحري والقسم البحري يتميز بوجود سفينه للابحاث اللي هي سفينه الابحاث الجنان وهذه جات بدل السفينه السابقه اللي كانت مختبر البحار بعد ثلاثين سنه تم احلالها بسفينه متطوره وحديثه بوسائل تقنيه جدا متطوره لمساعده الباحثين سواء طلاب او باحثين كاساتذه او باحثين في مؤسسات تهتم بالبيئه مثل وزاره البيئه او الشركات اللي موجوده آآ آآ تدعم الـ 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 الابحاث العلميه وايضا لطلاب الدراسات العليا و طلاب الاندجراديويت او اللي عندهم مشاريع بحثيه علميه اكيد يعني مثلا الساده المشاهدين حاليا يقدرون يشوفون هذه اللقطات من سفينه جنان اللي هي مجهزه بالكامل نعم. من اجل مساعده الباحثين صحيح. من اجل القيام او ايضا العمل على ابحاثهم اللي هي ترتبط بالبيئه البحريه البيئه البحريه وطبعا احنا من خلال سفينه الابحاث طبعا قدمنا العديد من الابحاث التي وهي ايضا نشرت في مجلات عالميه جميل. تهتم بالبيئه القطريه وأيضاً قامت بعديد من المشاريع من ضمنها آخر المشاريع اللي نشتغل فيها اللي هي استزراع الشعاب المرجانية يعني نأخذ قطع صغيرة من المرجان الطبيعي وتم استزراعها في مناطق جديدة للحفاظ على التنوع البيولوجي أو الحيوي ومثل ما انتم عارفين بسبب الارتفاع الحراري تعاني البيئات ليست في قطر فقط أو في الخليج ولكن جميع يعني أنحاء العالم صحيح. بسبب الارتفاع الحراري مما أدى إلى موت كثير من الشعاب المرجانية. فحفاظا على هذا النوع من الكائنات الحية التي تمثل أهمية للبيئة القطرية لأن مثل ما نعرف من أهم البيئات تلهي الشعاب المرجانية لك ومكان تغذية لصغار الأسماك وأيضا لكثير من الأسماك التي تعيش بين الشعاب المرجانية وأيضا قمنا بدراسات مثل دراسة الجزر القطرية ودراسة السلاحف كلها باستخدام أيضا السفينة وهناك يعني أبحاث متعددة لا يسع الوقت ان نتكلم فيها كلها بالجمله اكيد اهتمام دوله قطر في البيئه البحريه والابحاث اللي انتم تقومون فيها لها دور كبير فعلا في حفاظ ما ما تبقى منها في في بيئتنا البحريه لكن ارجع للدكتور محمد نتكلم عن اليوم انت عرفت انت قبل شوي على وحده الاختبارات المركزيه لكن خلينا نتكلم عن الاهداف اللي تسعى الوحده الى تحقيقها الوحدة تسعى إلى تحقيق أهداف محددة عندنا ثلاث أهداف رئيسية لوحدة المختبرات المركزية تقديم الدعم الفني والاستشاري والتحليلي لكافة الباحثين والمختبرات داخل جامعة قطر وخارجها المحور الثاني من الأهداف الاستراتيجية لوحدة المختبرات المركزية هو التدريب والتركيز على التدريب وعقد الدورات التدريبيه بالنسبه لطلاب جامعه قطر، طلاب درجه البكالوريوس، طلاب الماجستير، طلاب الدكتوراه. وده من اهم المحاور التي تم اضافتها مؤخرا لاهداف وحده المختبرات المركزيه. بالتالي الطالب الاندر او الطالب اللي هو بيدرس في مرحله البكالوريوس بيتعرف على 25 جهاز من الاجهزه الحديثه المتطوره في بدايه حياته العمليه. كان من أهم الفعاليات اللي تم تنفيذها في هذا المجال هو فعالية التدريب البحث الصيفي لطلاب جامعة قطر داخل جامعة قطر العام الماضي الأكاديمي اللي هو 2021 كان عندنا 97 طالب تم تدريبهم في وحدة المختبرات المركزية أضيف إليهم بعض الطلب الدوليين من خارج دولة قطر لدعم المحور التدريبي كان عندنا طالب من الجامعة التكنولوجية في ماليزيا كان عندنا طالب من جامعه بيروت وبالاضافه للمراكز الاخرى اللي كانت مشاركه في التدريب الصيفي كان عندها برضه بعض الطلاب من خارج خارج جامعه قطر المحور الثالث بالنسبه لنا احنا هو محور خدمي بحت وهو الليكويد نيتروجين او النيتروجين السائل ودي خدمه في منتهى الاهميه بتخدم كافه المختبرات على مستوى جامعه قطر بنقدم لهم النيتروجين السائل طبعا ليه العديد من الاستخدامات في كافة المراكز البحثية والمختبرات بنحاول دا دايما إن شاء الله إن احنا بالنسبة للثلاث محاور إن إحنا نكون على قدر المسؤولية في هذا الاتجاه إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله وإنتوا إن شاء الله بدنا الله هذه المسؤولية دائما خلينا نقول اللي هي اغلبيه الاستراتيجيات واغلبيه الخطط واغلبيه المشاريع دائما ما تجي من فراغ تكون مدعومه باصل ابحاث قائمه من من الواقع فعليا دائما مرتبطه بالمجتمع او مرتبطه بالدوله او مرتبطه مثلا بتحقيق اهداف معينه لكن يرجع الموضوع اللي هو معرفه الاساس اساس المشكله خلينا نقول لكن احنا نتكلم عن دور مركز دور المركز دكتور جاسم في حمايه البيئه القطريه وابرز مكونات المركز. طبعا لابراز هذا الدور مثل ما تفضلت استاذ فيصل لازم ينبع من البيئه ومشاكل البيئه. الحين يعني خلينا نتطرق الى مشكله جديده في الوقت الحاضر هي مشكله الميكرو بلاستيك. الميكروسكوب البلاستيك الدقيق جدا واللي قاعد ينتشر في جميع انحاء بحار العالم. للاسف الشديد هذه الميكرو بلاستيك او البلاستيك الدقيق او الناعم هذه اللي ما لا يرى الا بالمجهر تتغذى عليه كثير من الكائنات بطريقه الصدفة لان تعتبر غذاء، ومن هذه الكائنات على سبيل المثال العوالق الحيوانيه واللي هي تمثل السلسله الثانيه بعد العوالق النباتيه. لان هناك سلسله غذائيه تبدا بالعوالق النباتيه ثم بالعوالق الحيوانيه وبعد ذلك الطبقات العليا لنصل الى الدلافين والحيتان اللي هي الثدييات بشكل عام، وبعد ذلك يتغذى يتربع على الهرم الانسان. للاسف هذه المايكرو بلاستيك يبدا ينتقل في احشاء الزو بلانكتون. وتاتي بعض ذلك اسماك اخرى وتتغذى عليه، يعني لحد الحين العلماء قدروا يحددون ان من تاثيرات المايكرو بلاستيك على الكائنات انه راح يملا معدتها ويشعرها بانها شبعانه معناته معنى ذلك انه راح يؤدي الى موت هذه الكائنات بما بعد على المدى الطويل فراح تموت السلسله الثانيه يعني ما في الناقل اللي ينقل من النبات الى الطبقه الاعلى فلذلك راح يصير هدم في السلسله الغذائيه وهني شكل الخطوره ايضا قدر العلماء واحنا حتى في سفينه الابحاث لما نجمع العوالق الحيوانيه ونشوفها معانا اخونا الدكتور عبد الرحمن المفتاح كان يراوينا على على الميكروسكوب نفسه شلون الكائن العالق الحيواني البسيط هذه يتغذى على البلاستيك ومثل ما قلنا هاي البلاستيك ممكن ينتقل داخل جسم الكائن العالق الحيواني او في امعاء الاسماك لكن راح يمثل امتلاء للمعده بدون ما يحس انه هو خذ الغذاء الكافي لا راح يستفيد منه، ايضا المعده لا تستطيع هضمه، وفي نفس الوقت راح يجرح في الامعاء من الداخل على الشيء الكبير. اللي يلفت النظر له ان معظم الصناعات ومعظم الملابس في الوقت الحاضر هي من البوليستر، يعني اساسها بلاستيكي. عمليه الغسيل بس كمثال اضرب في المنازل عن طريق الغسالات راح يطلع لك الشوائب هذه تحتوي على العديد من, من الميكرو بلاستيك وبعد ذلك يكون تصريفه عن طريق الصرف الصحي بعد معالجه وغير معالجه الى مياه البحار والمحيطات، وهذه المشكله الان اصبحت مشكله عالميه تهدد الحياه الفطريه في البيئات بشكل عام، ومنها مثلا حتى بيئاتنا ممكن تهدد لان لقينا مثل الاشياء هذه اللي موجوده، فنامل ان هناك لابد من وضع حلول للحد من المايكرو بلاستيك او من المواد البلاستيكيه اللي تنتشر اني حق البيئه القطريه نفسها على السواحل القطريه احنا ما نقول ان الدوله مقصره الحمد لله الدوله ما مقصره في اي شيء تروح الى الشاطئ يوم الخميس يوم الجمعه ويوم السبت تلقى العالم مال الشاطئ مالك محطرين لكن انت يوم الاحد الصبح تلقى البلديه والعمال قاعدين ينظفون الشاطئ ويعيدونه افضل مما كان للأسف الشديد بعض الرحاله في بعض المناطق اللي ما توصل لها عمليه التنظيف آه هذه البلاستيك ايضا ينتشر وياثر على الكائنات الاخرى مثل السلاحف السلاحف تتصور الكيس البلاستيك الابيض الشفاف كانه آه قنديل بحر او دول فتتغذى عليه فيسد بلعومها فاذا هذه ما احد المخاطر للمواد البلاستيكيه ايضا من الاشياء المهمه التي يجب ملاحظتها والعنايه بها لان هاي بيئتنا ولازم نحافظ عليها لما تروح يروحون كشات سواء من مقيمين او مواطنين يحط لي كم من حجر ويولع لي الضوء وبعد ذلك يترك يترك لي الرماد والصخام او الفحم في هالمكان وينهار نهار ثاني او الاسبوع الجاي ويخرب لي الشواطئ هذه، هذه الشواطئ لما تتوسخ بالبلاستيك او بال الفحميه وغيرها تغير تركيبه الشاطئ نفسه التركيب الكيميائي فمثلا السلاحف اللي تبيض في سواحل فويرط او غيره لما تشم التربه الكيميا للتربه تكون متغيره تغير اتجاهها، واحنا تعتبر شواطئنا الرمليه والحمد لله جذب لسلاحف مهدده بالانقراض مثل سلاحف منقار الصقر. فاحنا والبلديه والبيئه والمهتمين بالبيئه في قطر الحمد لله ما مقصرين، ولكن لا تستطيع الدوله ان تضع لكل واحد موجود على هذه الارض شرط يراقبه، شرطي بيئي يراقبه، فيجب ان تكون التوعيه بشكل اكبر وهذه أوكي. نتامل ان شاء الله من تلفزيون قطر والجهات الاعلاميه في الدوله أن تزيد الـ الوعي الـ البيئي لحث المواطنين للاهتمام ببيئتنا لان هاي بيئتنا في النهايه ولازم تتم لنا وللاجيال القادمه. صحيح اكيد مثل ما تفضلت وذكرت دكتور جاسم يعني هذه العمليه هي عمليه متكامله صحيح. ما بين المجتمع وكذلك الجهات في الدوله نعم. وكذلك تضافر جهود الجميع نعم. علي وايضا صحيح. ضيوفنا الكرام، خصوصا ان الواحد مشاهدينا الكرام ياخذ بعين الاعتبار ان يد واحده ما تصفق، صحيح. مثل هذه الامور دائما تقدم الجهات في بلادنا الحبيبه قطر موضوع اللي هو عملية تدوير القمامة أجلكم الله أن الواحد يتم تعيين تخصيص سلال القمامة بحيث أنه يتم إعادة تدوير البلاستيك الورق الخشب وغير من هذه الأمور فهذه فرصة وأيضا دعوة من شاشة تلفزيون قطر باستخدام هذا التكسيمة على أساس أنه تفيد بيئتك وكذلك ان انت تستفيد وايضا صحيح. تساهم ويكون لك دور كبير في خدمه وايضا الحفاظ على المجتمع. نعم دكتور محمد في ختام حلقتنا اليوم الرساله اللي بتقدمها للمشاهد اليوم وايضا ابرز ما راح تقدمونه في خلال الفتره الجايه من مركز الابحاث. هو بالنسبه لوحده المختبرات المركزيه هبدأ بالجزئيه الاخيره احنا ان شاء الله ضمن الخطه الاستراتيجيه للوحده ان شاء الله سوف يتم الاعلان عن مختبر جديد لنوع جديد من التحاليل لاول مره هيدخل جامعه قطر واعتقد يعني يعتبر المعمل الاول على مستوى جامعه قطر في هذا المجال ان شاء الله سوف يتم عنه الاعلان قريبا النصيحه بوجهها لكل طلابنا في جامعه قطر سواء طلاب البكالوريوس طلاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه ان هو يعني يبدا ينتظم معانا في الدورات التدريبيه اللي موجوده في وحده المختبرات المركزيه ان شاء الله عندنا من يوم 12 لغايه يوم 16 التدريب البحثي الشتوي 2021 لجامعه قطر ده بدا التسجيل فيه وتم قفل التسجيل وتم اختيار الطلاب ان شاء الله اللي هيبداوا معانا في الاسبوع ده لمده خمس ايام ان شاء الله هيبدا التسجيل في التدريب البحثي الصيفي للطلاب بتوعنا طبعا بتعقد احتفاليه حتى كبيره لتشجيع الطلاب بتنظمها قطع بينظمها قطاع البحث والدراسات العليا بيمنح الطلاب شهادات معتمده بعنوان الدوره التدريبيه اللي هو حصل عليها وبالتالي بتكون دعم للسيره الذاتيه بالنسبه له وبيكون اكتسب خبرات عمليه ويعني المجال التدريبي طبعا مجال واسع جدا بالنسبه للطلاب بنحاول ان احنا نجذب من خارج جامعه قطر على مستوى القطاع الصناعي تدريب للفنيين والباحثين في القطاعات الاخرى المختلفه عساكم على القوى دائما حريصين في جامعة قطر على تقديم كل ما يفيد الطلاب سواء كانوا المحليين المواطنين والمقيمين وكذلك في الخارج جهود امانة تشكرون عليها لكن في الختام دكتور جاسم اذا من هذا المنبر من خلال شاشة تلفزيون قطر كلمة ورسالة حاب توجهها لكل من يشاهد والله الحمد لله مثل ما قلت الدولة ما مقصرة اذا عندنا ايضا في مركز جامعة قطر في مركز العلوم البيئية احنّا ليس مختصرين فقط على البيئة البحرية، ولكن البيئة البرية أيضاً والتغير المناخي. فالاهتمام شامل كل البيئة القطرية، ونامل من السادة المهتمين بالبيئة أن أبواب جامعة قطر وبالذات مركز العلوم البيئية مفتوح للمواطنين أو المهتمين بالبيئة للتعاون معنا في إن شاء الله نشر الوعي الثقافي والعلمي. في ربوع دولة قطر <applause> كل الشكر مشاهدينا الكرام للدكتور جاسم الخياط مدير سفينة الأبحاث جنان وأيضا الدكتور محمد إبراهيم باحث ومسؤول الشؤون الفنية بوحدة المختبرات المركزية بجامعة قطر يعطيكم ألف عافية ما <applause> قصرت شكرا جزيلا بارك الله, الله فيكم شكرا عساكم على القوة شكرا مشاهدينا الكرام من هذا الجانب وإلى جانب آخر وموضوع حواري آخر وتشجيعا وتقديرا للطلاب المتميزين والمتفوقين في كلية شمال الأطلنطي في قطر أقيم حفل تكريمي في مبنى الكلية جرى خلاله توزيع جوائز أكاديمية على المتفوقين خلال العام الدراسي 2020-2021 وهذه النسخة مشاهدين الكرام التاسع عشر من الاحتفال الذي تنظمه الكلية والذي نتعرف على تفاصيلها في التقرير التالي <applause> الفعاليه هذه هذه رقم 19 يعني خلال عمر الكليه وهي اولا تكريم الطلبه المتميزين في المجال العلمي من بكالوريا ودبلوم وكذلك حتى بالطلبه اللي داخلين باللغه الانجليزيه وهنا يعني صراحه هذا التميز هو يعني فكره كانت ليس فقط التميز من الجانب العلمي ولكن التميز من قبل الطالب الاخلاق والبحث ومساعده اخواننا الطلبه الثانيين، واحنا نشكر صراحه اولياء الامور والعوائل على مسانده ومساعده ابنائهم في التحصيل العلمي، احنا صراحه من بدايه القبول الطلبه احنا نقول لهم عن البرنامج التميز ونضع يعني امامهم كل يعني طاقات الكليه في مساعدتهم ومساندتهم في التحصيل العلمي وكيفيه يعني العمل يعني خارج الفصل علشان يعني يحسن من مستواه العلمي الحمد لله تفوقنا في خلال الثلاث سنوات الماضيه وتكرمنا الحمد لله من الكليه ونسال الله ان شاء الله ان نقدر نقدم شيء للوطن يعني هو كان طريق شوي شاق بس الحمد لله رب العالمين لكل مجتهد النصيب وانا شديت حيلي والحمد لله رب العالمين وهذا من نعم الله علي واسال الله التوفيق شعور بفخر كبير وكله يعني بفضل الله اولا ثم اهلي والكليه ساعدتني كثير ومدرسيني ووالدتي هي مثل الاعلى دخلت الفاونديشن هنا والحمد لله تفوقت فيه ثم دخلت على تخصصي الهندسه الكهربائيه وتفوقت فيه يعني الحمد لله الله يستر لي اموري يعني شعور يعني لا يوصف آه الحمد لله يعني بفضل اهلي وفضل الله وفضل صديقاتي يعني واهلي وشي قدرت اجيب اجيب هالمستوى بالدراسه وأن اظل ادرس كل شيء اراجعه اول باول ومساعدة الدكاتره يعني الحمد لله انهم ما قصروا معانا ولما نحس بضغط وشي يعني حالي يساعدون الدكاتره يعني الحمد لله. اكيد شعور بالفخر والسعاده شديده وحاليا انا ادرس ذكاء اصطناعي بكالوريوس ذكاء اصطناعي بس التكريم هي عدة فئات الفئة اللي أنا بتكرم فيها إن شاء الله اليوم فئة الدستنكشن أو التميز طبعًا أكيد بالجد والاجتهاد والدراسة الحلو في الجامعة أنها هي تشجع الطلاب وتقدر جهودهم أنصح زملائي الطلاب على الاجتهاد والدراسة بشكل يومي وما يأجون عمل اليوم إلى الغد. نتمنى التوفيق لكل طلابنا سواء كانوا في المراحل الدراسية وكذلك الجامعية مشاهدينا الكرام ننتقل وياكم إلى موضوع آخر حيث أطلقت فودافون قطر أحدث حملاتها مع أن نستطيع بعد إعادة تسميتها في وقت سابق من هذا العام وتوضح الحملة المتكاملة كيف يمكن للشراكة بين التكنولوجيا والعنصر البشري أن تحول التحديات إلى إنجازات وتستند إلى ثلاث ركائز رئيسيه، الاستدامه والرياضه والابتكار. وللحديث اكثر حول حملة معا نستطيع، يسعدنا ان نستضيف السيد محمد محسن اليافعي، وهو رئيس مبيعات القطاع العام في فودافون، وكذلك السيد علي عتيق العبد الله، رئيس العلاقات الاعلاميه والمسؤوليه الاجتماعيه في فودافون، في بدايه هذا المساء. شكرا لتلبيه هذه الدعوه وجودكم معنا في برنامج حياه. مرحبا وسهلا. يعطيكم العافيه الله يحييك. الله يعافيك. يعني المسمى مع نستطيع اكيد ان لها الاسم هذا وراه يعني تفسير كبير. صحيح. لكن خلنا نتكلم اول شيء عن اطلاق فودافون احدث حملاتها مع نستطيع الاسم وتفسير الاسم اللي وراه. يعطيك العافيه، يعطيكم العافيه اخواني، يعطيكم العافيه تزين قطر على هده على هذه الاستضافه. الحقيقه بدفون قطر اطلقت حملتها مثل ما ذكرت في 1 نوفمبر بعنوان معا نستطيع لاظهار كيف تتضافر التكنولوجيا مع العنصر البشري في تحقيق التطور في مختلف المجالات. فهذا هذا التوازن مهم ان نذكر الناس به، التكنولوجيا اليوم تتطور بشكل كبير بشكل متسارع جدا. وبدفون وغيرها من الشركات لديها كثير من الحلول التي تقوم بتطبيقها في مختلف المجالات سواء في مجال المدن الذكية أو في الزراعة الذكية أو في التعليم الإلكتروني أو الصحة الإلكترونية أو غيرها لكن اليوم الهدف من هذه الحملة أن نوصل رسالة أنه مع أن نستطيع أي أن التكنولوجيا مع العنصر البشري يجب أن تتوازن للقيام بتطبيق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعني أمانة من تاريخ 11 ووين ما نروح نلاقي معاً نستطيع، في الشوارع، على السوشيال ميديا، في الجرايد، امانة خصوصا اللي هو خلق الوعي الكافي ان دائما الواحد هو عنده القدره انه هو يبادر، وايضا انه يكون له دور اساسي في هذه الحمله، وكذلك المجتمع، جهود امانة تشكرون عليها في امانة في بداية هذا الحديث، لكن اذا ابدا معك استاذ علي. خلال هذه الحملة تعتمد على ثلاث ركائز اساسيه. وهي الاستدامه وكذلك الرياضه والابتكار. ليش تم اختيار هذه الركائز الثلاثه وسلطتوا عليها الضوء من خلال هذه الحمله. احنا لو نشوف الفتره الاخيره خاصه مع التغيرات اللي حصلت في الفتره الاخيره وجائحه كورونا وما مرينا فيه في من تغيرات مثل ما قال اخوي محمد تسارع في التكنولوجيا والتطور وجدنا ان هذه الركائز الثلاثه هي الانسب اليوم. انها تواكب هذا النوع من التطور وايضا نفس الوقت هي تواكب ايضا رؤيه قطر 2030. فاليوم لما تتكلم عن الاستدامه ما في مؤسسه ما تتكلم عن الاستدامه او ما تحاول ان يكون عندها نظام يحافظ على الاستدامه سواء كان في سواء مجال اقتصادي او تكنولوجي او رياضي. فهي استوت الان لايف ستايل ايضا، دخلت حتى معانا في بيوتنا الاستدامه لازم تكون جزء من حياه اي مواطن على على قطر. وهي تخدم ايضا رؤيه رؤيه قطر 2030 ايضا الرياضه لما نجي نتكلم عن مجتمع صحي مجتمع مبتكر مجتمع يقدر يعني يتواصل او يقدر يتعايش مع هذا التسارع في التكنولوجيا والتغير يجب ان يكون ايضا مجتمع رياضي مجتمع صحي واعي والجانب الابتكار مثل ما انتم عارفين اصلا احنا في في الاتصالات وايضا في في فودافون بشكل خاص الجانب التكنولوجي او جانب الابتكار هذا جانب رئيسي عندنا ونؤمن ايمان شديد أنه مثل ما قال محمد مع إن نستطيع مع بعض نقدر بالتكنولوجيا اللي احنا نقدر نقدمها ايضا بالعامل البشري وبالاشخاص اللي هم يستخدمون هذه التكنولوجيا بشكل صحيح احنا نقدر نوصل ل يعني المدى اللي احنا نقيه ان شاء الله على الله يعني اعترف لكم صراحه تسويقكم صحيح عرفتوا شلون تصيدون <applause> لا لا خاصه هالقطر يحبون يعني الابتكار ويحبون الرياضه وايضا نتكلم نعم عن موضوع صحيح. الاستدامه يعني شيء صحيح. مهم اليوم جدا من ركائز الدوله مثل ما تفضلت كلهم اليوم يتكلمون عن الاستدامه، لكن خليني اتكلم عن ما راح اكلمك عن الاستدامه لان مفهومه صار واضح اليوم للمشاهد، لكن خليني اتكلم عن تنظيم اهميه تنظيم فودافون للعديد من الفعاليات والمناسبات الرياضيه بالذات. نعم. ايضا لو ملاحظ في الفتره الاخيره الشباب كانوا مطلعين ان احنا في توجه لدعم رياضات كثيره على مستوى الدوله، ايضا مؤسسات نتشارك مع مؤسسه اتحاد قطر للتنس والاسكواش، نتشارك مع اللجنه الاولمبيه في كثير من الانشطه، نتشارك مع جهات في الدوله ايضا في انشطه رياضيه او انشطه في اليوم الرياضي وغيره. وايضا ركزنا في الفتره الاخيره على رياضه منتشره كثير اعتقد الكد... يعني ممكن كلكم تمارسونها البادل يعني. أكيد. هي البادل <applause> نعم فرياضه البادل لقينا انها رياضه منتشره بشكل كبير بين المجتمع القطري صحيح وممكن يعني بحكم ان احنا يمكن ممارسين لهذه صحيح. الرياضه بشكل خفيف من اكثر الرياضات اللي تلاقي فيها مجموعه قطريين يعني صحيح. ممكن حتى جمهور استوى اكثر من جمهور اللي يحضر ملاعب القدم مع ما زالت كره القدم هي الرياضه الاولى صحيح. ولكن ايضا احنا حبينا نسلط الضوء بما ان الان نقدر نلاقي شباب قطري متواجد في هذه في هذه الملاعب نحب ايضا نوصلهم رسائلنا نحب نتواجد معهم فاحنا نقدم ايضا لهم حلو مختلفه ونقدم لهم دعم للانشطه الرياضيه والبطولات اللي هم يشرفون عليها ويقومون فيها. والانشطه الرياضيه الاخرى هي انشطه تقليديه حتى شاركنا ايضا الموظفين المؤسسه في انشطتنا احنا سواء كانت الرياضية خارجيه او انشطتنا الرياضيه لهم دوري يعني دوريات مو دوري دوريات في مختلف اللعبات يعني <applause> ممتاز جميل طبعا استاذ محمد ابو محسن جميع الجهات في الدوله دائما قاعد تشتغل سواء كان مع المؤسسات الاخرى او مع الافراد او مع الموظفين من اجل تحقيق رؤيه قطر الوطنيه صحيح. 2030 صحيح فنتكلم عن دور فودافون في تحقيقهم او مشاركتهم في تحقيق الهدف المطلوب وهي رؤيه قطر 2030 لا شك ان فودافون قطر يعني تضع نصب عينها رؤيه قطر 2030 وتحولت فودافون اليوم من شركه اتصالات عاديه الى شركه تكنولوجيا اي تطرح حلول تكنولوجيه في مختلف المجالات وتصف. يعني بالاضافه الى بنيه تحتيه عاليه المستوى من خلال يعني شبكه الالياف الضوئيه او شبكه شبكة جي والحمد لله يعني دوله قطر من اوائل دول في العالم اللي قامت بنشر هذه الشبكه، لكن اليوم نتكلم على حلول ذكيه اكثر في مختلف المجالات، فاحنا يعني انتقلنا من من شركه الاتصالات الى شركه تكنولوجيا هذه هذه الشبكه ساعدتنا في في تطبيق عدد كبير من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل المدن الذكيه في مدينه مشيرب، فودافون كان لها السبق في يعني بناء شبكة بنية تحتية عالية المستوى في في مدينة مشيرة بالذكية كذلك بودافون تعمل مع مؤسسة كهرماء على مشروع العدادات الذكية يمكن سمعتوا عنه مشروع ضخم جدا على مستوى الدولة تتكلم على 600 ألف عداد سيتم نشره في مختلف أرجاء الدولة أعداد كهرباء كل هذه العدادات ستكون مرتبطة بشبكة بودافون لتقديم يعني نقل بيانات عالي الجودة بين بين هذه العدادات وبين مركز عمليات كهرمان الرئيسي كذلك عملنا مع مع جهات أخرى في موضوع الدراجات الكهربائية من خلال يعني ربطها بشرائح اتصال يعني احنا نسميها الكونكتد كونكتد كارز او الكونكتد سكوترز ف يعني قمنا بتطبيق عدد كبير من 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 هذه الحلول كل هذه في, في في يعني من اجل تحقيق رؤيه قطر 2030 لكن انا احب اعرج على النقطه الاولى هي نقطه التوازن بين العمل البشري والعمل التكنولوجيا بس. احنا من ضمن حملتنا كان هناك رسائل وصلناها للناس ان هل نستطيع المواصله المضي قدما دون ان نحدث ضرر احنا احنا ما نريد نتقدم تقدم, تقدم تكنولوجي مع الاضرار بالبيئه على سبيل المثال ما نبي نطبق مدن ذكيه وحلول ذكيه في المدن الذكيه وهي ما تلائم حياتنا اليوميه او تنافي عاداتنا او تنافي تقاليدنا فهذا هذا هو التوازن احنا نقصد فيه، ما نبي نطبق حلول زراعيه وفي النهايه تضر التربه او تضر القطاع الزراعي في الدوله. فالتوازن بين العمل البشري والعمل التكنولوجي هو جدا جدا مهم، لذلك احنا قلنا في الحمل مع أن نستطيع. احنا 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 يعني ستمضي ان شاء الله في في هذه الحلول ضمن التوازن هذا اللي نتكلم عنه. مش هدفنا فقط تطبيق حلول تكنولوجيه او مثلا الـ الـ يعني الـ الاهداف التجارية لا شك احنا في شركه تجاريه لكن الموازنه مهمه لتحقيق رؤيه قطر اللي من اهدافها التوازن البيئي والتوازن الاقتصادي وغيرها من العوامل الموجوده في الرؤيه يعني احنا نتكلم في دفون اتصالات وتكنولوجيا صحيح فاكيد عندكم اجنده جايه صحيح فيها مفاجات جايه صحيح تعطينا واحده لو حصريه. زين آه انا بتكلم عن <applause> اللي اطلقناه مؤخرا اللي يمكن الناس ما سمعت عنها بشكل كبير. وديفون آه اطلقت الفتره السابقه اي او تي بلاتفورم اللي هو منصه انترنت الاشياء. انترنت الاشياء هذا ترند عالمي يعني احنا نتكلم اي او تي يعني انترنت اوف ثينكس كانوا يسمونها قبل ماشين تو ماشين او او الاله الاله يعني احنا نتكلم شلون الالات تتخاطب بينها بين بعض. الحين نتكلم عن شيء اسمه انترنت الاشياء. فهذه المنصه احنا بعد ما بنينا المنصه واطلقناها، الحين قاعد نطبق عدد كبير من الحلول على هذه المنصه. اول حل من هذه الحلول هي موضوع مراقبه اسطول السيارات الفليت مانجمنت. يعني اي شركه اليوم في قطر عندها اسطول كبير من السيارات تبي تقوم بمراقبه هذا الاسطول من خلال يعني منصه تشوف في مثلا الاماكن هذه هذه المركبات طريقه عملها طريقه سلوك السائقين فيها وغيرها غيرها من المزايا فيها في هذه المنصه فهذا كان اول حل من الحلول اللي اطلقناها للشركات والحمد لله لقى اقبال كبير من الشركات على مختلف القطاعات حتى حتى القطاع الحكومي الحمد لله يعني قام بتطبيق عدد من هذه الحلول من خلال منصه فودافون الحين شغالين على رود ماب كامل على خطه عمل كامله لتطبيق عدد من الحلول بحسب احتياج السوق، احنا يعني نسمع لشركائنا من الجهات الحكوميه والقطاع الخاص او حتى قطاع الشركات الصغيره والمتوسطه ايش احتياجهم من التكنولوجيا وقم بتطبيق الحلول هذه على نفس المنصه. يعني انت تتكلم انك مثلا خلينا نسميها سبيشال اوردر مثلا أي. انك انت تاخذ مثلا العميل ومثلا هو احتياجه ثلاث خطوات والثاني احتياجه سبع خطوات لا تنفذ هذا وتنفذ لا لهذا. احنا الله يسلمك الحين احنا بعد ما طبقنا اول حل كان مثل ما ذكرت لك هو مراقبه اساطير السيارات احنا شفنا ان في مشكله عدد من الشركات مثل شركات المواصلات او شركات الليموزين او غيرها عندها مشكله في ذات اساطيرها صحيح. من السيارات صحيح. في استخدام سيء في استخدام خارج اوقات العمل في استخدام خارج النطاق الجغرافي لبعض لبعض الاماكن فطبقنا حلول بناء على احتياجاتهم لذلك الحمد لله لاقت اقبال كبير. اليوم احنا لما نطبق حل جديد نسمع للسوق نشوف ايش ايش احتياجه ونصمم حل بناء على الاحتياج الموجود. طبعا ابو عتيق ومحسن قال ذكر عن الشركات الصغيره والمتوسطه وكذلك اللي هي احنا نتكلم عن حمله معا نستطيع. دور هذه الشركات الصغيره والمتوسطه وكذلك رواد الاعمال في هذه الحمله شنو راح يعني يطلعون بنتائج من هذه الحملة وشلون يقدرون يساهمون أيضا في حملة مع نستطيع إحنا من ممكن من ركيزة الابتكار إحنا نركز على هذه الفئة اللي هي الاسميز المشاريع الصغيرة المتوسطة أو رواد الأعمال من ناحية أيضا اسم محمد تقديم بعض الحلول إحنا أطلقنا مؤخرا حملة أو برنامج اسمه سند وهو عبارة عن برنامج يقدم كثير من ال التدريب والتاهيل لكثير من الشركات الصغيره والمتوسطه عندنا احنا في في فودافون وايضا احنا سوينا خطوه ممكن شوي سباقه في مع سند برنامج سند ان احنا مع المشتريات والسبلاي تشين والمشتريات بكيورمنت طلبات اللي تحتاجها فودافون من من الادارات المختلفه في في فودافون تكون المنصه الاولى لها هي سند هي المشاريع هذه الصغيره والمتوسطه اللي يسجل عندنا في الابلكيشن او يسجل عندنا في الموقع فينضاف من ضمن الشركات اللي احنا على طول تكون عندنا هم اول اوردر او اول لست احنا نبحث الشركه المناسبه لاي اوردر تحتاجه فودافون فبهالطريقه مو قدمنا فقط تدريب وتطوير، احنا ايضا قدمنا مساعده ان احنا ناخذ بعض من المشتريات من خلال هذه المشاريع الصغيره والمتوسطه طبعا في كوايمه معينه في طلبات معينه لازم يملونها فمن خلال سنه نقدم او نركز على على هالجانب من المشاريع الصغيره والمتوسطه وايضا نقدم لهم حلول مثل ما السؤال اعتقد اللي قلته علي كان جدا مهم أنه احنا نقدم ايضا حلول في انترنت الاشياء للشركات على حسب الطلب نعم نقدم بعض الحلول ممكن تجيك شركه تحتاج اربع خطوات ممكن تجيك شركه تحتاج 20 خطوه صحيح ممكن آه. شركه كبيره عندها متاجر عندها استورات صحيح. ممكن شركه على حسب ممكن مطاعم ممكن الموضوع في في نطاق مختلف رياضي وغيره اللي هو يكون مثل ما يقول اللي هو تيلر ميد او أيوه ببوب 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 باب باب صحيح. يعني ما نقدر نقول الا شكرا فودافون <applause> حلول حلو جميله جدا يعطيكم الف عافيه مشاهدينا الكرام كل الشكر للسيد محمد محسن اليافعي رئيس مبيعات القطاع العام في فودافون والسيد علي عتيق العبد الله رئيس العلاقات الاعلاميه والمسؤوليه الاجتماعيه في فودافون يعطيكم الف عافيه. الله يعطيكم وشكرا لكم. ما قصرت عساك على القوه. نستطيع ان شاء الله. ان شاء الله. ان <applause> 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 شاء الله مشاهدينا الكرام راح نطلع وياكم فاصل قصير، خلكم معنا وأيضا فقراتنا الباقيه من برنامج حياتنا. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا الكرام وبمنافسات قوية ومثيرة اختتمت بطولة كأس سمو الأمير المفدى للرماية والقوس والسهم والتي نظمها الاتحاد القطري للعبة على مجمع ميادين لوسيل أكيد وشارك في البطولة مشاهدينا الكرام عدد كبير من اللاعبين المحترفين ففي مسابقة البندقية الهوائية لمسافة عشرة أمتار لفئة الرجال حقق ضيوفنا اليوم عبد الله السنيدي الميدالية الذهبية في مسابقة البندقية الهوائية في محتل أحمد العلي المركز الثاني ليحرز الميدالية الفضية في بداية هذا المساء نبارك لكم هذا الإنجاز وكذلك تحقيق مثل هذه الميداليات وأيضا رحب فيكم في برنامج حياتنا الله يبارك الله فيك ويبارك فيك يا مرحب. بداية أخوي عبد الله السنيدي لو تحدثنا عن مشاركتك في بطولة كأس الأمير المفدى للرماية والقوس والسحر اول شيء احب اشكر تلفزيون قطر على استضافته على البرنامج واحيي متابعينا آه المشاركه آه مرت آه الحمد لله آه بحصولي على المركز الاول كانت قويه بين المنافسين النتائج آه كانت قريبه من بعض آه بطوله كاس الامير هي تقريبا من يعني اقوى البطولات اللي تصير في السنة هي تكون على اخر السنه ممتاز يتم ختام إيه. السنة الرياضية بهذه البطولة صحيح. أحمد إذا إحنا نتكلم عن حصولك على المرتبة الثانية وكذلك المنافسة القوية اللي كانت في هذه المسابقة شلون كانت استعداداتك شلون كان الدعم ما بين خلينا نقول اللي هو الفريق ما بين أيضا الأهل بخصوص التجهيزات لهذه المشاركة طبعا اول شيء حاب اشكر الاتحاد القطري لتنظيم هالبطوله الطيبه وحاب اشكر الاستاذ وائل العنزي مسؤول قسم الاعلام في الاتحاد الرياضي على مجهوده في تغطيه البطوله ونشر فعاليات الاتحاد القطري الرماية القوى السهم ثاني شيء بالنسبه لي الحمد لله رب العالمين يعني انا كنت متوقف سنتين بسبب اصابه وتوني راجع الرمايه ما عليك شر والحمد لله رب العالمين هذه البطوله بالنسبه لي كانت مجرد يعني تسخين يعني للعوده للمنافسه ان شاء الله والحمد لله يعني ما كنت متوقع اني بحقق شيء في البطوله لكن الحمد لله حققت الميداليه الفضيه وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله, إن شاء الله. لكن اليوم نتكلم عن مشاركتك وحصولك على المركز الثاني انت الان تقول انك كنت متوقف لمده سنتين نعم ثاني مره شعورك الان بعد رجوعك كانك اول مره تسجل ولا كنت فعلا جاي بشوق وشغف انك انت تمسك البندقية وأنك أنت تدخل المنافسات وأنك كتح... لين حصلت أنت على هذا المركز لا أكيد الشوق موجود دائما يعني الرماية في الدم يعني بالنسبة لي لكن طبعا أكيد ما راح ترجع بقوة يعني إذا تغير يعني الجسم يتغير خلال سنتين هذه عرفت في رماية البندقية كل شيء حساس إذا تغير جسمك تغير أدائك على طول في الرماية فشوي كان صعبة كانت البطولة صعبة بالنسبة لي طبعا الخبرة موجودة لكن تدري يعني المهارة تقل شوي يعني تحتاج شوي تمرين عشان ترجع لمستواك فكانت البطوله صعبه ومنافسة كانت قويه والحمد لله يعني حصلت المركز الثاني ان شاء الله تستاهل تستاهل الفوز يا احمد ابو عابد احنا نتكلم عن مش بس المركز الاول كذلك فزت في المركز الثاني في مسابقات البندقيه لمسافه 50 متر ثلاث اوضاع المفتوحه شو الفرق ما بين اللعبتين آه الله يبارك فيك، آه أول شيء الفرق بين اللعبتين، المسابقة اللي جت فيها المركز الأول اللي هي مسافتها عشرة أمتار، والمسابقة اللي جت فيها مركز الثاني مسافتها خمسة متر يعني تكون أبعد، ال متر الفرق فيها الطلقات تفرق، العشرة متر هي هوائي، الخمسة متر آه بارود، آه الوضعيات آه تفرق. 10 متر بس لها وضعيه واحده اللي هي الوقوف <applause> ال 50 متر ثلاث اوضاع لها ثلاث اوضاع اللي هي الوقوف والارتكاز والرقود ف حتى الاسلحه تكون اثقل من سلاح ال 10 متر لانه يكون بارود في بارود وغيره من الامور صحيح العيار مختلف عيار سلاح ال 50 متر وال 10 متر يعني عبد الله زين اني انا ما شاركت معاكم يعني انا اتوقع اذا شاركت معاكم باخذ الاول ما <applause> <هياك> شاء الله حياك الله حياك الله في الوقت. لكن امانه يعني في فرق كبير بين المسابقتين ومع ذلك انت خذيت في واحده فيها الاول وخذيت واحد فيها الثاني هذا ما يسويك شوي خربطه مثلا او يتغير عندك وزنيه مسكه البندقيه او الوضعيه اللي انت تقوم فيها فعشان كذا انت تركز الثاني لان صار لي فتره طويله ما ما تمرنت في 50 متر لان اذا تمرنت في 50 وان شاء الله راح يكون علي ضغط فمرينا في وقت كورونا وقفنا من فتره طويله فاكثر شيء مركز فيها يعني في البطوله على 10 متر يا سلام لان عندنا بطوله ان شاء الله جايه شهر واحد ان شاء الله باذن الله نتمنى لكم كل التوفيق خلال البطولات القادمه وايضا شيء جميل ان الواحد ينتهز مثل هذه الفرصه مثل ما قلت احمد انه يعتبر هذه البطولات او مثلا المشاركه هذه كتسخين للقادم فاذا احنا نتكلم عن القادم ايش ناوي عليه من مسابقات قادمه ان شاء الله؟ والله حاليا يعني بما اني توني رجعت للرمايه ما عندي هدف معين الين اجهز يعني يعني حاليا هدفي الحين اني بس اركز على التمرين لين اكون جاهز وارجع مستواي بعدها اي بطوله تكون في الجدول موجوده ان شاء الله على طول بنشارك فيها ان شاء الله زين بالنسبه حق اللي هو رجعتك مره ثانيه الى التمرين خلينا نقول هل راح ياخذ وقت طويل لين ما ان انت تكون متمكن بالضبط؟ ايش كثر كم مره تتمرن في الاسبوع؟ هل هناك مشرف على التدريبات اللي تقضيها ولا؟ طبعا تمرين يومي بيكون من الاحد للخميس ممتاز يعني خمسه ايام في الاسبوع اقل شيء. طبعا كل الشغل بيكون مع المدرب. ممتاز ان شاء الله ما راح تاخذ مني مده طويله اني ارجع للرمايه يعني ان شاء الله يعني خمس شهور بالكثير باذن الله بكون راجع. وان شاء الله باذن الله ان نوعدكم ان راح تشوفون انجازات وارقام جديده في البندقيه القطريه ما صارت من قبل مني انا وعبد الله زين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الشباب القطري اللي يتابعونك الحين عبر شاشه تلفزيون قطر وحابين يدخلون في هذا المجال شنو نصيحتك لهم؟ اول شيء حياهم الله آه الميادين مفتوحه من الاحد للاربعاء واحب آه آه ان اقول لهم تعالوا جربوا اذا انتم ما تعرفون شنو معناتها الرمايه لان في ناس وايد ما يعرفون شنو معناتها الرمايه. يعني راح تعجبكم الصراحه اللعبه هي في البدايه راح تكون في رهبه شوي في رهبه اي في خوف لكن بعدين يستمتع. بعدين ان شاء الله راح يستمتعون فيها ان شاء الله راح ينجزون ان شاء الله, إن شاء الله. اكيد إستمتع. نعم اكيد مشاهدينا الكرام يعني ما تفوتني فرصه ان اشكر السيد وائل العنزي مثل تفضل اخوي احمد العلي كان دائما سباق في اطلاعنا على البطوله وعلى نتائجها وعلى النشاطات اللي قاموا فيها وكان هذا صراحه شيء جميل تواصله بين هذه المسابقه الجميله وبين افراد الشعب القطري. اكيد نتمنى لهم التوفيق شبابنا وايضا الشكر للسيد عبد الله السنيدي بحصوله على الميداليه الذهبيه وكذلك السيد احمد العلي بحصوله على المركز الثاني والميداليه الفضيه شكرا على تلبيه الدعوه وجودكم معنا في برنامج حياتنا يعطيكم العافيه وشرف لنا نتواجد وياكم الله يسلمك شكرا على مع القوه ان شاء الله ايه مان خلصنا يعني انت من بدايه البرنامج وانت مستعد مستعجل على الجدول بروح النادي الرمايه إيه ما ظنيت بتحطه في, <applause> في الجدول مشاهدينا الكرام احنا وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حياتنا نتمنى لكم قضاء اجمل الاوقات في عطله نهايه الاسبوع ولقائنا يتجدد معاكم ان شاء الله يوم الاحد في تمام الساعه السابعه مساء على شاشه تلفزيون قطر نشوفكم على خير الله يحفظكم في امان الله في امان الله